أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس عن عظيم الاعتزاز والتقدير لثقة الملكية السامية من قبل جلالة الملك المعظم بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الشورى، مؤكدا مضيهم قدما لتحمل المسؤولية الوطنية الجليلة في التعبير بكل صدق وإخلاص عن مصالح الوطن الغالي. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي والترحيبي للأعضاء الجدد الذي نطبته الأمانة العامة لمجلس الشورى ضمن برنامج شامل للدعم البرلماني يعقد على مدار الأيام المقبلة، حيث يأتي هذا اللقاء بهدف التعارف وإطلاع الأعضاء الجدد على اختصاصات الأمانة العامة للمجلس ودور الإدارات والأقسام في تقديم الدعم والمساندة لأصحاب السعادة أعضاء المجلس لتسهيل مهامهم وعملهم التشريعي خلال الفصل التشريعي السادس. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء حرص المجلس على مواصلة مسيرة الخير والنماء لرفعة مملكة البحرين، مشيرا إلى أن أعمال المجلس ستكون ترجمة للنهج الإصلاحي المستمر الذي يعزز المكاسب الوطنية. من جانبها أكدت السيدة كريمة العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تحرص على مواصلة تقديم الدعم والمساندة بالصورة التي تليق بهذه المؤسسة الدستورية العريقة التي تعد إحدى ثمار النهج الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المعظم. طبعا اليوم لقاء تعارفي للأعضاء الجدد لمجلس الشورى، مبادرة كريمة من معالي الأستاذ علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى للتعرف على الأعضاء الجدد. طبعا هم مبادرة جدا ممتازة، بداية بلا شك بداية كمبادرة من معالي الرئيس ليكون في هناك للتعاون والتنسيق، بلا شك سنكون فريق عمل واحد نعمل لأجل قيادة مملكة البحرين للبحرين إن شاء الله. كان لنا طبعا الشرف بلقاء معالي الرئيس علي الصالح، و اللي تشرفنا طبعا بمقابلته وإلقاء طبعا بعض النقاط الجدا مهمة عن دور مجلس الشورى، عن دور الأعضاء، عن مسيرة النهضة الحديثة في مملكة البحرين والتطورات اللي صارت في مملكة البحرين على الجانب التشريعي، ودور الأعضاء شلون ممكن احنا نقدم هذه الخدمات لمملكة البحرين ونشتغل كفريق واحد. وقامت الأمانة العامة لمجلس الشورى بعرض كامل عن إنجازات مجلس الشورى وعن الخطوات اللي إن شاء الله راح تكون في المستقبل وطريقة عمل الأعضاء، طريقة عمل مجلس الشورى، واللي إن شاء الله نتطلع إلى مزيد من الإنجازات على مستوى مملكة البحرين.